الفرقه تبقى باذن الله الفرقه بنفس اللعيبه هيبقوا في مكان تاني خالص باذن الله. انت احنا بنتكلم عن ان في ناس كويسه كتير قوي بتلعب وفي موهوبين كتار قوي بيلعبوا، بتكلم عن قطاع الناشئين، بس احنا ما عندناش فعلا اسماء يعني رنانه. ما عندناش ابو تريكه في الاهلي، حازم امام في الزمالك الكبير، ابو جريشه، يعني ما عندكش اسامي. لا بقالك كتير قوي ما طلعتش اسامي كده صح؟ في لعيبه كويسه. ما تجاوبنيش اجابات. استنى يا كابتن، ما تجاوبنيش اجابات دبلوماسيه. انا عايز اسال السؤال ده كمان لكابتن ربيع ياسين، هو المتخصص بقى والخبير في القطاع. هو بص، احنا ما نقدرش، ما حدش يقدر ينكر ان الموهبه قلت كتير جدا. قلت الموهبه في، يمكن مش عايز اقول في العالم كله، لكن عندنا في مصر الموهبه فعلا قلت كتير جدا. بقى الاكبر شويه التكتيك يا كابتن في الملعب بقى هو الاهم بشكل كبير. العامل البدني بقى برضه ليه دور اكبر كتير جدا من الموهبه. كان في كل فرقه دلوقتي لو لقيت واحد موهوب صحيح هو اللي بيفرق. يعني عندك صلاح جمعه تقدر تقول لعيب موهوب، عندك وليد سليمان تقدر، هتلاقي اعداد بسيطه جدا. زمان كان بكل فرقه فيها خمسه سته كويسين يعني بالظبط كده، لكن دلوقتي الموضوع فعلا بقى منحصر في لعيب او اتنين في كل فرقه. طب هناخد من دوت وانقلك لمقارنه سريعه كده، ايه الفرق بين الدوري، خلينا نتكلم اخر سنتين ثلاثه، والدوري ايما انت كنت بتلعب فيه، انت حاسس ان في فروقات فنيه في الدوري المصري؟ يعني فنيا، خلينا نتكلم فنيا، هل الفاليو بتاع الفني للدوري المصري بيزيد ولا بيقل؟ بكل امانه يعني السنتين اللي فاتوا كان بيقل يعني بيقل. لكن انا شايف ان الموسم ده الدنيا بدات تتحسن كتير جدا جدا رغم الكورونا ورغم لا انا شايف المشاكل. ان حتى الاداء الفني بدا يبقى احسن بكتير جدا. ما بصش اهلي ولا لا بتكلم بشكل عام على اداء. انا بتكلم بشكل عام دوري. قعدنا يا كابتن حوالي موسمين او ثلاثه، لا الامور كانت صعبه جدا. الحكم بيقعد بيتفرج حتى على المباراه ولا حاجه، لا مش مستمتع يعني مفيش كرة حلوة. لا الامانه لا، لكن بقالنا موسمين والموسم ده بالاخص مع ظروف كورونا، حتى حضرتك لو لاحظت يا كابتن بعد التوقف، لا الدوري لما رجع بشكل قوي جدا. حضرتك لحد نهايه الموسم عندك اربع او خمس فرق اسماء كبيره قوي بينافسوا على الهبوط. صحيح. ده بيديك مؤشر ان فعلا الدوري ماشي بشكل قوي جدا، باستثناء المنافسه فوق ان الاهلي حسم البطوله بدري، برضو المركز من الثاني للثالث والرابع كان فيه منافسه قويه جدا. لا الموسم ده شايف ان الامور الفنيه في الدوري بدات تبقى احسن كتير جدا. يعني ايه رايك في الثلاث انديه اللي صعدوا بقى، بما انك فتحت الموضوع ده للدوري الممتاز؟ اتمنى البنك الاهلي والمحله وكليوباترا وسيراميكا. اتمنى انه الاستمرار، يعني اتمنى ان هم يعملوا فرق كويسه يقدروا يحافظوا انهم يبقوا موجودين في الدوري. مش فكره ان انا بصعد سنه واحده اداء مشرف وانزل تاني، مع احترامي الكامل لكل الفرق اللي صعدت ونزلت، لا اتمنى كده. يمكن البنك الاهلي جاب جهاز محمد يوسف، كابتن محمد يوسف، اتمنى ان ده كابتن عادل مصطفى، طبعا اتمنى ان ده يبقى فكري ان شاء الله، ان انا عايز استمر وعايز اعمل فرقه كويسه. لان ده احنا نسينا كابتن كمان الانديه الجماهيريه ترجع فعلا. دي من اكتر الحاجات برضو اللي مأثره على الدوري. بس دايما في مقوله كده بيقول لك ان انديه الشركات هي اللي اثرت على الانديه الشعبيه دي، او هي اللي بس دي حاجه احنا ما نقدرش نقدر، بالعكس انا شايف انها ميزه يعني طبعا بتدي دافع لكل الفرق ان انا اعمل فرقه كويسه واصرف بشكل كويس. هو ما اثرتش بشكل مباشر غير اللي هو الانديه الشعبيه ما قدرتش تعمل انفستمنت كويس، ما قدرتش تسوق بشكل كويس، ما قدرتش تجيب يعني، وهم معذورين في ده. لان انا يمكن كان ليا تجربه في نادي الاتحاد، الامكانيات رغم اسم كبير نادي الاتحاد السكندري، الامكانيات الماليه اثرت شويه. والكابتن طلعت يوسف لسه بيقول هو كان عامل لونج تيرم بلان مع الاتحاد لمدة 4-5 سنين لتجديد الفرقة، لكن اللي عاقه في الحتة دي الموارد المالية. فده جزء مهم. انت بتتكلم على الأندية الشعبية، تخيل انت بقى الأندية الشعبية مثلا عندنا المنصورة والأولمبي وغزل المحلة والإسماعيلي، كل دوت يبقى فيه انفستر وتحت إدارة شركة كرة قدم وعندهم موارد مالية، أكيد هنشوف شكل مختلف للدوري. هو ده يا كابتن اللي فارق يعني.